حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا هلا ويا مرحبا بكم ويانا. مهنة التصوير هي مهنة تتطلب مهارات معينة لحفظ لحظة من لحظات الحياة، وقد قيل في بعض الأحيان بأن الصورة تعبر عن 1000 كلمة. نتعرف اليوم مشاهدينا عن دور المصور المحترف وحول مهنة المصور الفوتوغرافي. نرحب معكم مشاهدينا بالأستاذ محمد حسين أحمد العلي، مصور فوتوغرافي محترف. صباحك خير، يعطيك الصحة والعافية. صباح النور، هلا، حياك الله ويانا. الله يسلمك ويعافيك. بدايه عرفنا على مهنه التصوير الفوتوغرافي او المصور الفوتوغرافي. طبعا كل مصور يكون عنده ضمير، عارف، في المرحله الاولى التصوير هو مهنه، وفي نفس الوقت يكون عند صاحب اخلاقيات. حلو. فالتصوير أمانة، يحافظ على المجتمع. لما بيصور يحسب 1000 حساب اللقطة اللي بياخذها. حلو. لأن هو بيعبر عن مكان، بيعبر عن مجتمع. صحيح. فهو لازم يعرف المجتمع بطريقة صحيحة حق الناس يعني. أكيد. الصورة بتنزل على التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على الانستغرام، فالناس الخارج بيشوفون الصورة تعبر عن بلدك أنت. صحيح. فأنت لازم ترفع البلد فوق بهالطريقة هاي. صحيح. نعم. دائما يقولون يعني كل إنسان نفس يوم يبغي ينقل الصورة أو الزاوية الجميلة في بيته أو في غرفته، فلا بد إنه ينقل هذه الصورة الجميلة لكل من يرى الصورة في جميع أنحاء العالم. فبالتالي اليوم نقل الصورة بالطريقة الصحيحة والجميلة والزاوية الجميلة هي التحدي اليوم. نتكلم عن الفرق ما بين المصور الهاوي والمحترف، شو الفرق ما بينهم؟ الفرق بين الاثنين، مصور الهاوي هو يحب التصوير كهواية، وعلى فكرة المصور الهاوي بيركز على التصوير من ناحية جمالية أكثر من المحترف. من المحترف ليش؟ هو بياخذ من خاطره، فيبي يطلع شيء. فأنا بين الاثنين يعني، أنا مو بس أميل للهواية أكثر من المحترف. من الاحتراف. عشان يصور المصور صورة، هذه الصورة تكون احترافية في نفس الوقت مميزة، في نفس الوقت تنقل رسالة معينة. نعم. وتنقل شخصية. نعم. المصور نفسه لابد أن تكون عنده كثير من المعدات. شو المعدات الأساسية عشان تطلع الصورة جميلة ومحترفة في نفس الوقت؟ والله اليوم مجال التصوير بحر. صحيح. بحر عميق يعني. نعم. فمع التكنولوجيا الحديثة ومع برامج التصوير الحديثة، فسهلوا الأمور يعني صراحة. زمان أول كان يعمل واحد، يعمل نصور واحد، يعمل الرتوش بالقلم. صح. صح. اليوم برامج تصوير يعني عدة برامج، اختار أي نوع برنامج يعدل لك الصورة ب60 طلع لك ب20 سنة. فالحمد لله كل شيء يعني موجود، برامج والمعدات والعدسات والكاميرات التقنية تطورت وايد كثير بشكل كبير. نعم. صحيح. استاذ محمد، خلي شوي نتكلم عن تجربه شخصيه. اليوم ما شاء الله من كم سنه تصور، وشو هي الصور اللي ما زالت عالقه في ذهنك او الشخصيات اللي قمت بتصويرها حتى لو من باب الصدفه، او المواقف اللي ما تنساها في لحظات معينه، في صور معينه صورتها يعني ما تنساها؟ في صوره محزنه. نعم. فكنت واقف مرة في الشارع، طافت سيارة، كانوا كل قطبة كانت بتعبر الشارع، ضربت القطبة، ونفس الوقت القطبة ماتت بين روحين قامت. فأنا أثر في صورتها، وأنا المنظر هذا ما أنسى بعمري. يعني في صور تعبر عن موقف معين، في صور تعبر عن شخصية المصور، في صور كذلك تعبر عن ثقافة مجتمع معين ودولة معينة. طبعاً. نشوف هنا بعض اللقطات وبعض الصور. نعم. الفوتوغرافية اللي ممكن حتى تؤثر فينا، يعني صورة. نعم. تحدثنا وتأثر فينا وتراوينا جمالية المكان نفسه. نعم. الأضواء على سبيل المثال. نعم. على المساجد، على المعالم، هاي تعبر عن بلدي. صحيح. نعم، تعبر هاي عن إمارة الشارقة والبلد ودولة الإمارات. ساعدت بلدك بجذب سواح للبلد هذه. صحيح. فالبلد هي أمانة،
ولها فضل عليك ولازم ترد الجميل باي طريق. صحيح. وهي نوع من رد الجميل. متى بديت التصوير استاذ؟ والله اكثر من 30 سنه. ما شاء الله. ما شاء الله مصور محترف. لا لا انا ما اتصور ما اعتبر نفسي محترف. ما يعني تميل الهوايه اكثر من الاحتراف. الهوايه اكثر من الاحتراف لكن الاحتراف هو كلمه كبيره فالواحد انا بواحد انظر مستواي يعني ما انظر فوق وايد. جميل. في شاركت معارض استاذ؟ والله انا كنت كل سنه من معرض لمعرضين عندي في الشارجه وفي نفس الوقت انا عضو لجنه الرواد رواد مرشدات الامارات ورواد مشتار العرب. نعم. فاسافر داخل وبرا علشان اغطي اعلاميا. نعم. التصوير. ما شاء الله. كنت تطوع طبعا وخذت الحمد لله جائزه تطوع في الشارجه وفي البحرين وفي ما شاء الله ما شاء الله في الدول العربيه. نعم. الحمد لله. المهرجان الدولي للتصوير. نعم. اكسبوجر في اماره الشارقه. نعم. ينظم كل عام. نعم. وبينطلق ان شاء الله الشهر المقبل. إن شاء الله. اهميه مثل هذه المهرجانات اليوم في مساله الاحتفاء بالمبدعين. نعم. بالمصورين. نعم. المعرض المعارض هاي هي مدرسه فنحن نشكر ربنا كل يوم مليون مره. نعم. الله وهب لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حمد القاسم حاكم البلاد هو داعم للفن في جميع مجالات الفن الهادف وفن التصوير الخاص. نعم. فهو معلمنا الكبير في يعني يدعمنا بكل وسائل. صحيح. الله يخليه ويطول بعمره. آمين. داعمنا دايم وفضله علينا وايد. فالمعارض هاي مدرسه الواحد يتعلم منها اشياء وايد يتعلم منها اشياء جديده النازله يتعرف مع مصورين عالميين ف نحن يعني نستفيد من كثير من المعارض. صحيح. استاذ محمد يعني تكلمت ان عندك مشاركات محليه وكذلك على المستوى الدولي من خلال يعني تطوعك في. نعم. كثير من الفعاليات. نعم. والانشطه. نعم. وكذلك عرضك لبعض. نعم. الصور. اليوم كيف المصور يعني وخصوصا المصور الاماراتي يتميز او ادواته اللي يتميز من خلالها عن باقي المصورين يعني هل مثلا طبيعه تضاريس دوله الامارات اللحظات الجميله في دوله الامارات تساعد المصور انه يلتقط صوره يتميز فيها في المشاركات الخارجيه؟ والله صراحه نحن الحمد لله عندنا مناظر جميله. نعم. يعني عندنا الصحراء كرمال وعندنا الجبال وعندنا البحر الحمد لله يعني مناظر من كل النواحي عندنا نحن. نعم. فالواحد ياخذ الزاويه المناسبه في الوقت المناسب يكون ياخذ لقطه مناسبه ويعرفها للعالم. نعم. فالناس اللي برا يقول وينها بيقول هذه الامارات. فخلنا نشوف الامارات لما هذه المناظر فعلا شافها، فانا اميل اكثر شيء يعني اصور اشياء سياحيه. حلو. المناظر الطبيعيه. نعم. وعندي على الانستغرام عرض على الانستغرام مناظر. نعم. من بلدي علشان على الاقل اخدم بلدي بالطريقه هذه. صحيح. ما شاء الله عليك صورك جميله ومميزه. شكرا. تعبر جميل. حتى عن المعالم الجميله المعالم الرئيسيه في دوله الامارات. الحمد لله. اللي ممكن انت حتى توصلها للعالم بشكل عام خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ذكرت قبل شوي ان اليوم التكنولوجيا ساعدت المصورين اليوم في اظهار صوره مميزه وجميله. نعم. نعم. من خلال طبعا. كثير من البرامج والتطبيقات. طبعا. كيف ساعدت هذه البرامج والتطبيقات اليوم وهل المصور او اي مصور امتهن مهنه التصوير لابد انه هو يتعلم على هذه التكنولوجيا وعلى هذه التطبيقات الجديده؟ طبعا اي مصور لابد من نشوف دورات. نحن ما دخلنا كليات تصوير. التصوير بالممارسه. صح. نحن بالممارسه يعني. نعم. وشفنا بعض الدورات التصوير في جمعيه الفنون تجميلي وجمعية التصوير الضوئي انا انت عضو في عدة جمعيات ما شاء الله الحمد لله فالواحد يتعلم هاي تفيد المصور يعني وايد كثير تفيده في يكون يطور نفسه ولا بد اي مصور لازم دائما يطور يقول انا خلاص وصلت ما في شيء الواحد يوصل لاخر صح الواحد دائما يحسب روحه طالب في هالمجال صح نعم صح يعني طالب يبي يتعلم حتى يعلم من الاصغر منه ما في مو بعيب الواحد يتعلم من كل كل الطبقات. نعم. شو التحديات برايك استاذ اللي يواجهها المصور يعني هل في تحديات معينه عقبات ممكن يعني تحول دون مثلا استمراريه عمل المصور؟ والله الواحد انا اخيتي. نعم. لما تصمم على شيء ما في شيء تحدي. نعم. ما في شيء يمنعك انت لما عندك هدف تبي توصل له توصل له باي طريقه. صحيح. مره مرتين ثلاث اربع الا اذا كان الله ما اراد شيء ثاني. صحيح. فطبعا كل شيء بيراد الله لكن الواحد لازم يوصل للهدف فما في شيء يمسك يمنع الواحد يعني الاصرار العزيمه والاستمراريه فوق كل شيء. نعم. نعم 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 ف
بنفسري وقت، كل هذه الأمور تساعد المصور على أنه يرتقي. نعم. في هذه المهنة الجميلة، مهنة التصوير الفوتوغرافي. نعم، أنا مجال عملي. نعم. أستفيد من التصوير، كل يوم أستفيد من التصوير. نعم. مجال عملي والحمد لله، يعني كشغلي أستفيد من التصوير. صحيح صحيح. نعم. قاعد نشوفك يعني هذه اللقطات، وبالفعل يعني زاوية التقاء مثلا هذه الصورة اللي نفق الضوء في مهرجان أضواء الشارقة. نعم. وكذلك جامع النور في رمضان، هي جامع النور توقع صلاة التراويح في. نعم. شهر رمضان. هاي جامع أحمد بن حنبل. صحيح، اللي يعني بالقرب من مؤسسة شارقة الإعلام. نعم، هاي غرفة تجارة الشارقة. غرفة تجارة. نعم. الشارقة، اختيار الزاوية. هاي الشيخ جامع الشيخ زايد في العاصمة أبو ظبي. نعم. هاي جامع الإيمان، أظن جامع الإيمان. جميل جميل. هذا السوق. هاي السوق المركزي. المركزي يعني الجميل والرائع واللي. فهاي أنا بغيت أعطيهم فوق السقف السبع الصور. لا لا لا. هذه جامع النور. جامع النور أضواء الشارقة. نعم، أضواء الشارقة، مهرجان أضواء الشارقة. نعم. من خلال الصور هذه الاحترافية أنا لاحظت شغلتين، أنك ركزت على المعالم الجميلة المميزة. نعم. الرئيسية في دولة الإمارات. نعم. وركزت على حتى على تراثنا، عاداتنا. نعم. وتقاليدنا. من خلال صورة نحن نتعرف على حرفة معينة، يتعرف العالم. نعم. على. نعم. حرف الإماراتية. نعم. اليدوية. أنا والأكثر معارضي هو مساجد، أنا عملت معرض مساجدنا في الحاضر والماضي. نعم. يا سلام. معرض منوع كتراث وعادات ومناظر من الشارجة ومساجد. فالحمد لله لما أعمل معرض مساجد أنا كموظف في إدارة الشؤون الإسلامية. جميل. فإدارة ساعدني أنا، يعني ساعدني بكل الوسائل، ما تقصر في المجال. جميل، يعطيك العافية. جميل. أستاذ محمد، شكرا لوجودك معنا. شكرا. الله يسلمك. معك التوفيق. كل الشكر والتقدير مشاهدينا الأستاذ محمد حسين أحمد العلي، مصور فوتوغرافي محترف، على وجوده معنا اليوم في صباح الشارقة. لهنا وصلنا للختام، لختام جميع فقراتنا. أترككم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة. نشوفكم باكر في حلقة جديدة، ومع السلامة.